بيان إلى الرأي العام في ظل استمرار العدوان التركي الغاشم على مقاطعة عفرين وفي ظل الصمت العالمي تجاه هذا العدوان، أحداث تنطق بها الأفواه تصفق لها أنامل الغيظ من جماهير الاستعباد. عفرين وهجوم الغاشم في طور الضغط على الأمة وحصار يفرضه إرهابي يدعي الوطنية أردوغان بعد أن دخل إدلب بجيشه الفاشي بالتنسيق مع المجموعات الإرهابية التي أنشأها هناك لفرض الحصار وقصف أهلنا في عفرين. باسم أكاديمية الشهيدة زيلان حلب دورة الشهيدة الفدائية أفيس تخابور ندين ونستنكر العدوان التركي على مقاطعة عفرين. ها هي حرية الشعوب تنتصر في كل يوم لتكشف للعالم أجمع حقيقة مخططات أردوغان الإجرامية، ونقول للعالم يجمع وبصوت واحد وبجميع المكونات أننا سنحارب بغصن الزيتون وسوف نقاوم مهما كان الاحتلال عنيفا. عاشت عفرين مدينة الصمود حرة أبية. بنابه جنيد أكاديمية شهيد زيلان حلب دار لبن بجي قندوار وي دورا شهيدة أفيستا خابور أميريشيا تركيا داقر كان لسر أفرينة شرمزار دكين ودبيجن أم بدولو جان بأفرينة رانا ودخوازن أردوغان خش بزانبك وأفرين نبتانية ومينا شهيد أفيستا خابور قال لكن بخينا فان شهيدين جن رزقار كرنا ولاتان أم دبينن وي أفرين بسر كبي وكوباني وراقا وين باجار دين أم دخوازن دنك جنن من بجي بجي همو دولة تنزل هيز وبيبي سنكو عفرين أزادة عفرين أزادة عفرين أزادة.